معنا عبر تطبيق زوم مباشرة من غزة الجراح الفلسطيني البريطاني غسان أبو ستة. دكتور غسان أبو ستة، أهلا وسهلا فيك. العالم كله مش ممكن ينسى تعابير وجهك لما طليت ب 17 تشرين الأول حولك جثث الأطفال والشهداء لتحكي بمؤتمر صحفي عن مجزرة مستشفى المعمدانة بغزة. كشاهد دكتور من قلب المجزرة، شو اللي ما قدرت تنقلوا الكاميرات بهيدا النهار المشؤوم؟ اللي ما يعني الصورة اللي حتضلها بذاكرتي هي لحظة خروجي من غرفة العمليات بعد ما تم القصف. ساحة مستشفى، النار بالسيارات الإسعاف ببعض المباني، هاي النار تضيء الساحة، والساحة مليانة جثث، مليانة جثث. الصاروخ اللي ضربه الإسرائيلي وصل نزل بمنتصف الساحة اللي كان فيها مئات من العائلات النازحة. كل مستشفيات غزة صارت مراكز لجوء للعائلات اللي عم تحاول تهرب من القصف. شقف الجثث، كمية ريحة الجثث اللي بتحترق، الجرحى، هول الفاجعة بعد ما كانوا حسوا انه اخيرا وصلوا لمكان آمن. دكتور غسان، المستشفى بالعادي بالإجمال هي مفترض تكون المكان الآمن، ولكن المستشفيات هي هدف للعدو الإسرائيلي. هل في قرار بالإبادة الجماعية برأيك؟ يجب قراءة الحرب الحالية على شعب الفلسطيني بقطاع غزة كجزء من مسيرة أو مشروع اسمه مشروع النكبة. اللي حصل بال 48 كان بداية صيرورة مشروع إبادي للشعب الفلسطيني، وهذه الحرب هي جزء من هذا المشروع الإبادي اللي استمر، اللي مستمر من 75 سنة، بيعتمد على فكرة الطرد باستخدام المجازر. يكون العنف الإجرامي، القتل، طريقة لطرد السكان. نعم دكتور أبو ستة، بس أنا بعرف أنه حضرتك رحت على غزة ودايما كنت تزور غزة بالحروب، كنت أول شخص بالميدان. اليوم بمقابلة مع بي بي سي حضرتك قلت أنه عائلتك بلندن عايشة بتتعرض لمضايقات من جهاز مكافحة الإرهاب بالشرطة البريطانية. حضرتك أنت وعائلتك اليوم مهددين بالقتل أو بالاغتيال؟ ما في حدا بقطاع غزة غير مهدد. القصف العشوائي، القصف الإجرامي، عدم وجود أي من الخطوط الحمراء، تأكيد الرؤساء الغربيين لإسرائيل عن الدعم المطلق. أنا برأيي مجزرة المستشفى المعمداني كان هو اختبار إسرائيلي للمجتمع الدولي أنه في مرحلة ما هل ستحاسب إسرائيل على أي جرائمها، وكان الصمت المطلق لهذا الجريمة أنه أن تستمر إسرائيل. فالاستهداف كل مستهدف. دكتور، السؤال هو عائلتك ببريطانيا هل تتعرض لتهديد؟ يبدو أنه التواصل فقد مع الدكتور غسان أبو ستة بسبب طبعا تعذر يعني الاتصالات مع غزة. رح نتوقف مع فاصل إعلاني ومنتابع فوق 18.